هعمل شير سكرين. تمام. فالنهاردة المحاضرة الثالثة في الكورس اللي هو Design of Irrigation Structures، هنتكلم على حسابات الدسفورج وتصميم القطاعات للترع والمصارف. هنبتدي أول حاجة نتكلم عنها هو ال Design of Discharges، أو sorry ال Calculation of Discharges، أو حسابات التصرفات لل Canals وال Drains. طيب أنا ليه محتاجة أحسب التصرفات؟ عشان أعرف أصمم قطاع الترعة. يعني أنا إزاي هعرف القطاع ده أنا محتاجة يستوعب قد إيه؟ لازم أعرف التصرف اللي هيعدي فيه، عشان بعد ما أعرف هو محتاج يستوعب discharge قد إيه، أبتدي أصمم القطاع ال B وال D يبقوا كافيين إن هما يستوعبوا ال discharge دي بسرعة مناسبة. تمام. يبقى أنا محتاجة أحسب ال discharges اللي هتعدي في ال canals وال drains. طيب ال canal ال Q بتاعتها أو discharge بتاعتها بتساوي حاجة اسمها ال area served في الووتر ديوتي على 24 في 60 في 60، والدرين الكيوب بتاعته بتساوي الاريا سيرفد في حاجة اسمها الدرينج فاكتور على 24 في 60 في 60. طيب ايه الاريا سيرفد وايه الووتر ديوتي وايه الدرينج فاكتور؟ اول حاجة الكيو اللي هي الديسشارج كلنا عارفينها متر كيوب بير سكند. الاريا سيرفد دي المساحة اللي الترعة بتخدمها. يعني ايه؟ يعني الترعة دي مثلا بتروي كذا فدان، يبقى الاريا سيرفد بتاعتها عدد الايه الكذا فدان ده اللي هي بترويه. تمام. مع مراعاة بقى ان واحد فدان ده بيساوي 4200 متر سكوير. تمام. بيسموها ساعات بالعربي الاريا سيرف، دي بيسموها الزمام، يعني هي المساحه اللي الترعه دي بتخدمها وبيسموها ساعات الزمام. تمام. طيب الووتر ديوتي ده الميه، تمام، اللي بتعدي في الترعه عشان الفدان يوصل احتياجه في اليوم. متر كيوب بير فدان بير داي، يعني محتاج اعدي قد ايه ميه في الكنال عشان واحد فدان يوصل له احتياجه في الاخر. والدرينج فاكتور ده كانه فاكتور كده بيعبر عن كميه المياه اللي هتتبقى من الاريا اللي المصرف ده ايه بتصرف عليه. يبقى احنا هنروي وبعدين المياه دي جزء هيستهلك والباقي هيبقى يحصل له درينج. فالدرينج فاكتور ده بيعبر عن الباقي ده الجزء اللي هيتبقى اللي ايه اللي هيتصرف. تمام. طيب الووتر ديوتي زي ما احنا كنا بنقول ده كمية المية أو الفوليوم بتاع المية اللي هيعدي في الكنال لكل فدان في اليوم. يبقى عشان أوصل الفدان احتياجه لازم أعدي أكتر شوية عشان لما يحصل لاصص في الطريق يوصل له احتياجه. لكن أنا لو عديت في الترع احتياج الفدان بالظبط، على ما المية تيجي توصل بقى للزرع هيبقى إيه حصل فيها لاصص، هتوصل له أقل من احتياجه. يبقى أنا عندي مفهومين، واحد اسمه الفيلد ووتر ديوتي ده الاحتياج الحقل أو احتياج الفدان من الزرع في اليوم. تمام. كمية المية أو الفوليوم بتاع المية اللي الفدان هيحتاجها لكل يوم. طيب الووتر ديوتي ده بقى المية اللي أنا همشيها في الكنال عشان الفدان ده يوصل له احتياجه، بتبقى أكتر شوية. يبقى لازم تبقى نفرق بين الووتر ديوتي والفيلد ووتر ديوتي. الفيلد ووتر ديوتي اللي هو اللي الزرع محتاجه قد إيه مية الزرع محتاجه في اليوم، كم متر كيوب لكل فدان في اليوم. تمام. طيب الووتر ديوتي دي المايه اللي انا همشيها في الترع عشان الفدان في الاخر يوصل له احتياجه، فدي اكتر شويه. يبقى فوليوم اوف ووتر اللي بيعدي في الكنال لكل فدان في كل يوم. تمام. طيب ليه بقى عملنا كده؟ لان زي ما انتوا عارفين ان بيحصل فواقد، بيحصل لاصق في المايه. تمام. نتيجه ايه؟ نتيجه التبخر اللي هو الايفابوريشن والتسرب اللي هو السيبج، وهي المياه معدية في الترع لحد ما توصل للزرع أو الفدان ده أو الحقل الفيلد. يبقى التبخر جزء من المياه هيتبخر من السطح، والسيبج نتيجة إن المياه دي معدية في إيرث كانال. الإيرث كانال دي في منها التربة اللي هي مكونة للإيرث كانال، الإيرث ده التربة. التربة دي في بينها فراغات، الفراغات دي بتسمح بمرور المياه، يبقى ممكن يحصل تسرب من المياه إيه تتحرك بين الفراغات دي وتهرب شوية منها من الترع. تمام. طيب الووتر ديوتي اكتر من الفيلد ووتر ديوتي ليه؟ علشان نعوض الفواقد اللي هتحصل. يبقى انا عارفه ان هيحصل فواقد بالتبخر وفواقد بالسيبج، هبتدي اعدي ميه اكتر شويه عشان اعمل حساب الفواقد دي. يبقى هزود الميه شويه اللي هتعدي في الترع على احتياج الفيلد عشان اعوض الفواقد. طيب هزودها بقد ايه؟ هنشوف دلوقتي. زيادة دي هتبقى على حسب درجة الترعة. يعني لو الترعة صغيرة هزود ايه نسبة صغيرة.
ترعى يعني ترعى مثلا برايفت كانال، دي هتوصل للفيلد على طول، قريبة من الفيلد وهتوصل له. تمام. طيب الترعى الديستريبيوتوري كانال دي الاول هتوصل للبرايفت كانال، وبعدين البرايفت كانال هتوصل للفيلد، يبقى فيها لوسز اعلى. اعمل حساب ان لسه الميه عشان توصل من الديستريبيوتوري دي هتعدي على البرايفت وبعدين هتروح الفيلد. طب البرانش كانال اكيد اللوسز اللي المفروض اعمل حسابي عليها اعلى. ليه؟ لان الميه الاول هتعدي على الديستريبيوتوري كانال وبعدين تروح البرايفت كانال وبعدين تروح الفيلد. يبقى كل ما درجه الترعه تعلى لازم اعمل حساب اكتر لللوسز علشان الميه هتعدي على درجات تانية لسه بعدها لحد ما توصل للفيلد. تمام يا باشمهندس؟ يبقى انا هقول ان الووتر ديوتي دي بتساوي 1 زائد نسبه اللوسز في الفيلد ووتر ديوتي. طيب الووتر ديوتي للبرايفت كانال هتبقى ايه؟ هتبقى 1.1 في الفيلد ووتر ديوتي، هزود 10%، كان البرايفت كانال دي انا عامله حسابي انها هتخسر 10% من الميه وهي رايحة للفيلد. تمام. طيب الديستريبيوتوري كانال هقول 1.15، كأن هزود 5% كمان، الديستريبيوتوري كانال هيحصل فيها 5% اكسترا لوسز. تمام. طيب البرانش كانال هقول 1.2، يبقى انا كل درجة يبقى البرايفت 1.1 وكل درجة اكبر منها هزود 5%. واضحة كده يا باشمهندسين؟ المين كانال تبقى 1.25 في الفيلد ووتر ديوتي، الدايفرجن كانال 1.3 في الفيلد ووتر ديوتي. طيب لو انا عندي الكانال دي برانش كانال بس اخر جزء دايركت اريجيشن، دايركت اريجيشن كنا بنعتبره ايه؟ نعتبره الدرجه الاقل اللي هي الديستريبيوتري كانال. يبقى ساعتها في البرانش كانال كلها هتبقى الفيلد ووتر ديوتي هنضربه في 1.2 الا جزء الدايركت اريجيشن، هضرب الفيلد ووتر ديوتي في 1.15 وانا بعمل له الديزاين والحسابات بتاعته. واضحه كده يا باشمهندسين؟ في حد مش فاهم تمام. تمام تمام يا دكتور. اوكي. طيب الدرينج فاكتور بقى، الدرينج فاكتور ده احنا قلنا ده اللي هيتبقى من ميه الري. انا رويت الارض دي وبعدين بصرف الميه زياده، فاكيد على حسب درجات الحراره في المكان اللي انا فيه في جزء هيحصل له ايفابوريشن من ميه الري دي، فالصرف هيبقى اقل بكتير من الميه بتاعه الري. فالدرينج فاكتور ده directly proportional، يعني بيعتمد او متناسب يعني مع الفيلد ووتر ديوتي. يبقى الدرينج فاكتور على حسب الفيلد ووتر ديوتي، الفيلد ووتر ديوتي كتير هيبقى فيه درينج اكتر، لو هو قليل هيبقى فيه درينج اقل. بس الفيلد ووتر ديوتي بنضربه في فاكتور، الفاكتور ده او الكوفيشن ده بيعتمد على انا فين في مصر. احنا الكورس ده الري في مصر، هو بيقول لنا ان الكي دي بتعتمد على مكانك في مصر. لو انت في الساحل الشمالي وناحيه اسكندريه هتبقى في حته اسمها لور ايجيبت. لور ايجيبت دي الجو فيها اكيد مش حر زي ابر ايجيبت زي الصعيد واسوان وكده. تمام. وميدل ايجيبت بينهم هما الاثنين. فانت لو في لور ايجيبت اكيد التبخر اقل، هيبقى لك 50% من الفيلد ووتر ديوتي، يعني انت هتدي الفيلد رقم معين هيبقى لك 50% منه. تمام. طب لو انت في ميدل ايجيبت في evaporation اعلى، يبقى هيبقى لك 40% من الفيلد ووتر ديوتي. طب لو انت بقى في upper Egypt الجو حر جدا وفي evaporation اعلى واعلى، يبقى 30% من الفيلد ووتر ديوتي. تمام. اقتنعتوا كده؟ طيب يبقى احنا عشان احسب ال drainage factor هقول ايه؟ هقول K في الفيلد ووتر ديوتي. لو انا في لور ايجيبت هتبقى 50%، لو انا في ميدل ايجيبت هتبقى 40%، ولو انا في ابر ايجيبت هتبقى 30%. تمام. الكي دي الارقام بتاعتها حفظ. حد عنده اي اسئله لحد كده؟ نبتدي نتكلم على الـ area served للـ distributory canal. احنا قلنا الـ cube بتساوي area served في water duty على 24 في 60 في 60، ده للكنال. عرفنا الـ water duty اللي هي ايه؟ أكتر شوية من الاحتياج بتاع الفدان في الفيلد. طيب عايزين نعرف بقى الـ area served. فالـ area served ليها طريقة حساب للـ distributory canal وليها طريقة حساب للـ branch canal. فبرضه الـ minor branch drain والـ major branch drain ليهم طريقتين مختلفين. فهنبتدي بالديستريبيوتري كانال والماينر برانش درين، هما زي بعض بنحسبهم بنفس الطريقه اللي هي ايه؟ بنحسبها من الالاينمنت، كل ترعه بترمي مساحه قد ايه، كل مصرف بيصرف لمساحه قد ايه.
فمثلا لو بنتكلم على جزء مثلا بتاع الدايركت اريجيشن ده، ده بيروي ايه؟ بيروي الحتة اللي فوق دي والمثلث اللي تحت، يبقى ده الاريا سيرف بتاعته. تمام. طيب لو بنتكلم على الجزء ده، الكنال C11 دي بتروي ايه؟ بتروي الاريا دي من الدرين للدرين، هي بتروي يمين وشمال وبتروي من الدرين ده للدرين ده. يبقى انا هقسم الشكل اللي عندي ده كده اشكال هندسية، يعني خلينا نعمل القلم كده. يبقى انا عندي هنا اهو تمام، الجزء ده هي اللي بتروي من C11. طب انا اقسمه اشكال عاملة زي، ممكن تقسم مثلا مثلث ومستطيل مثلا، هي حاجات تقريبية، وهنا برضه تعملها مثلث مثلا كده والباقي ده مثلا مستطيل. واضحة كده يا باشمهندسين؟ كل بقى ما هتقسم أشكال منتظم وأكتر، يعني ممكن تعمل هنا مثلا مثلث صغير عشان يبقى الشكل ده منتظم أكتر. كل ما هتقسمه أشكال منتظمة أكتر وأصغر، يعني عشان تبقى حساباتها أدق، كل ما هتبقى الأرقام بتاعتك مظبوطة أكتر. فده يعني في برضه ايرور شوية من واحد للتاني، يعني ممكن واحد يحسب والتاني يحسب وما يطلعوش زي بعض، يطلع في فروق بينهم، لأن ده معتمد على دقة كل واحد وعلى التقسيمة بتاعته. واضح كده؟ طيب لو أنا بحسب للدرين، خلينا نشوف مثلا D21 ده الأريا بتاعته فين اللي بيصرف منها؟ هو بيصرف من المساحة دي. يبقى أنا هنا مثلا ممكن أقسم ده كده مثلث وده كده مثلث والجزء ده مستطيل، يبقى D21 ده أنا قسمت الأشكال دي أعرف أحسب الأريا سيرف بتاعته. طيب الدرين ده اللي هو اسمه هنا D22 ده فين الأريا بتاعته؟ هو بيصرف من ناحيتين، يبقى من هنا من C11 دي هي بتصرف فيه تمام، و C12 برضو بتصرف فيه. يبقى الأريا بتاعته هي ايه؟ معاملة الحدود بتاعتها. طب هقسمها، ممكن اقسمها ايه؟ اقسمها بقى مثلا هنا مثلث، ممكن هنا اقسم مثلث مثلا تاني بالشكل ده. اوكي، ممكن مثلا هنا ممكن اعمل خط كده واخليه كأنه مستطيل، وهنا اخلي دي مثلث. متخيلين انا بعمل ايه؟ بحاول اقسمه كلها اشكال هندسية. يجي هنا مثلا ده شكله مثلث مثلا، ممكن اعمله ده كده مثلث والحتة دي مثلا مستطيل. فبتقسم أشكال هندسية، وكل ما تصغر الأشكال بتاعتك وتخليها أدق، كل ما حساباتك هتطلع مظبوطة أكتر. طيب حد مش هيعرف يحسب الـ area served للـ distributory canal والـ minor branch drain؟ دكتور، اتفضل. هو انا كده يعني بعد ما اقسم هقيس بقى بالمسطره، بس انا اخلي بالي من السكيل صح بالسنتي واحسب بالظبط، يبقى الاريا. أنت هتقيس بالمسطرة وتحسب تحولها في السكيل، وبعدين كمان ايه، انت بتحسب كام كيلومتر سكوير؟ لا انت عايز تخليها بالفدان تمام، فالكيلومتر سكوير دي يعني تحول السنتي لكيلو للسكيل، وبعدين تحسب كام اه كيلومتر تمام سكوير، ماشي. وبعدين الكيلومتر سكوير ده تحوله متر سكوير، وبعدين المتر سكوير ده تحوله فدان، تقسمه على 4200 يبقى كذا فدان، عشان تعرف كل واحدة من دول بتروي كام فدان. تمام كده وضحت؟ يبقى خلي بالك اه ان تمام الخريطة دكتور. دي انت بتقيس بالسنتي، لكن هي الحقيقة بالكيلو، فانت محتاج تعرف السنتي ده بسكيل كام، سكيل واحد ل100 ألف ولا سكيل واحد ل50 ألف، وتبتدي تحول السنتي لكام كيلو. وبعد ما تحول السنتي ده لكام كيلو، هتبتدي تعمل ايه؟ تحول الكيلومتر سكوير ده لكام متر سكوير، وبعدين تحوله في الدنيا. بس هتعمل كده المفروض ان انت لو انت بديزاين هتعمل كده لكل الكنال. غالبا انا في الاساينمنت بقوم طالبه منك تعمل لي مثلا كنال واحده والباقي بدي لك الاريات بتاعته. تمام. تمام يا دكتور. طيب يبقى احنا كده عرفنا الماينر برانش درين والديستريبيوتري كانال بنحسب الاريا بتاعتهم ازاي من الالاينمنت. طيب البرانش كانال بقى مختلف عنه، ليه؟ البرانش كانال دي طالع منها مجموعه من الديستريبيوتري كانال، يعني فين البرانش كانال هنا؟ خلينا نعلم عليها كده، نفتح كل ده كده ونشوف فين البرانش كانال. برانش كانال اهي، هي دي، هي حتى والله غير اللون.
فدي كده البرانش كانال. طيب البرانش كانال دي طالع منها كام ترعة؟ حوالي 8 صح كده؟ فأنا عشان أبتدي أشوف البرانش كانال دي الأريا سيرف بتاعتها إيه؟ هي الأريا سيرف بتاعتها في البداية تمام المفروض توصل لكل إيه؟ كل الكانالز اللي طالعة منها صح كده؟ كل بقى ما واحدة كانال تطلع منها تاخد المية منها تاخد تسحب جزء من المية منها المفروض إن البرانش كانال دي السكيشن اللي بعد كده أريتها هتقل. واضحة كده يا باشمهندسين؟ يبقى أنا بادية الكنال إنها تقدر تنوي المساحة كلها، وطول ما أنا ماشية إيه اللي بيحصل؟ إن أنا حد بيسحب ترعة بتسحب المية بتاعتها، فيبتدي إيه اللي يحصل؟ إن كل المية عمالة كل سكشن ترعة سحبت ميتها، يبقى السكشن اللي بعده الأريا بتاعته أقل. فاهمين قصدي ولا لأ؟ متخيلينها؟ اه تمام يا دكتور. تمام. طيب في الحقيقة بقى البرانش كانال دي مش بتروي الأرض كلها على مرة واحدة، في طرق كثيرة للري، في حاجة اسمها مناوبات. يعني إيه؟ يعني ممكن تبقى الأرض كلها بتتروي على مرة واحدة زي ما أنا شرحت كده، تبقى دي one turn rotation مناوبة واحدة. وممكن الأرض نقسمها نصين، يعني نقول مثلا الأرض دي نقسمها كده مثلا، يعني النص كده. الجزء ده مثلا من أول البرانش كانال لحد سي هنا مثلا 1/6 ده لحد هنا مثلا تمام. الترعة اللي طالعة بقى من السكاشن اللي قبل كده دي كلها اللي هما زي مين؟ زي سي 1/1 وسي 1/2 مثلا وتلاتة وأربعة وخمسة، دول الأرض بتاعتهم هتتروي في مرة. وبعدين هقفل الترعة دي وأفتح الترعة التانية، أفتح البوابات بتاعتها، فالجزء الباقي ده كده يتروي في مرة تانية تمام. فده اسمه روتيشن. يعني ممكن ابقى الارض كلها بتروي على مره واحده، دي اسمها وان تيرن روتيشن، مفيش مناوبات، او هي مناوبه واحده يعني مفيش تقسيمه. تو تيرن روتيشن بقسم الارض مرتين، تو تيرن يعني مناوبه واحد ومناوبه اتنين تمام. كاني بقسم الارض اللي هتتروي دي انويها على نصين، زي مثلا انت بتروح تبقى مثلا معاك فلوس واخوك معاه فلوس، فانتوا بدل ما تشتروا كل واحد عربيه لوحده ويدفع فلوس كتيره، لا انتوا بتعملوا ايه؟ كأن عربية واحدة اللي هي الترعة واحدة يعني بتتشاركوا فيها، انت تستعملها 3 أيام وهو 3 أيام. هو نفس الكلام هنا، الري مثلا يبقى نص الأرض تتروي في 3 أيام ونص التاني يتروي في 3 أيام. فبدل ما أجيب ترعة كبيرة تستوعب الأرض كلها، أنا بجيب ترعة أصغر أو بعمل ترعة أصغر تقدر تقسم إيه المية بتاعتها، تبقى المية فيها ماشية على طول، بس المية دي بتروي نص الأرض في 3 أيام مثلا ونص الأرض التاني في 3 أيام. واضحة كده؟ يبقى انا ممكن يبقى عندي 1 turn rotation او 2 turn rotation، او ممكن بقى نقسم الارض على 3، يبقى ساعتها تبقى اسمها 3 turn rotation. طب ايه فايده المناوبات دي؟ ان انا بصغر قطاع الترعه، فده ايكونوميك اكتر بالنسبه لي، بقلل كميه الميه اللي بتمشي في الترعه في المره الواحده تمام. فده برضو احسن لي ان انا ما امشيش كميات كبيره من الميه في قطاعات كبيره من الترعه مثلا، وهستفيد بيها يومين ثلاثه، وبقيه الايام الميه دي ماشيه ومفيش حد بيستفيد بيها. طب انا اعمل ترعه اصغر بقطع أصغر بالدسشارج أصغر معدية فيها، وبتروي نص الأرض في فترة، وبعدين النص ده خلاص اتروى بترجع تاني تروي النص التاني، وبعدين يكون جاي الميعاد بتاع الري بتاع الزرع في النص الأولاني انتوا خدته، اللي هي الفترة بين الري بين بتاعة الزرع صح؟ ري تانية مدن اللي هي اسمها irrigation interval. فاحنا بنبقى بنراعي ان احنا لما نعمل المناوبات دي ان المناوبات دي تتقسم على حسب الاريجيشن انترفال بتاعت الزرع، يعني ما سيبش الزرع يموت. واضحة كده يا باشمهندسين؟ يعني مثلا الزرع تمام. بيحتاج يتروي مثلا كل 4 ايام، يبقى انا هقسم المناوبة الثنائية دي يومين نص الارض ويومين نص الارض تمام. او الزرع مثلا محتاج يتروي كل 6 ايام مثلا، يبقى او كل 3 ايام، يبقى في يوم هيتروي تلت الأرض والتاني تلت الأرض ويوم التالت تلت الأرض، يكون جه ميعاد ري النص الأولاني اللي رويته من 3 أيام. نروح نرمي النص الأولاني أو التلت الأولاني، وبعدين يجي ميعاد اللي بعده نقوم راويينه، يجي ميعاد التالت نقوم راويينه، يكون جه ميعاد الأولاني وهكذا. فاهمين هي الروتيشن عاملة إزاي؟ متخيلين كده يا يعني باشمهندسين؟ كده يعني كده بتعتمد على الريجيشن انترفال صح؟ بس احنا مش هندخل في القصه دي. يعني هي كنا بنحدد مثلا ثنائيه وثلاثيه والحاجات دي على حسب انواع الزرع،
على حسب الـ irrigation interval. أنا هديك في السؤال على طول أقول لك مناوبة كذا، أنت تقسم بس، تقسم الترعة بقى على عدد مرات. واضحة كده؟ تمام يا دكتور. يعني هي الديزاين بتاعها ناخدها مناوبة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، ده كان معتمد على الـ irrigation interval. تمام، انت مش عليك هنا في الكورس ده ان انت تعمل بقى الاريجيشن انترفال وتشوف الزرع وتقسم الارض بتاعتك وكده، ده المفروض في الري بتاع اللي هو اللي قبله الري والصرف. تمام، فهنا دلوقتي انت المفروض ان انت جاي لك بقى من اللي عمل الديزاين بتاع الارض في الري والصرف هيزرعها ايه، والزرع هيتروي على محتاج هو اللي يتروي كل كام يوم، هتبقى فاهم المعلومات دي. تمام، ومحدد لك انا هروي الارض مثلا بتاعتي على كذا مناوبه. فانت دلوقتي هبقى انا قايله لك بقى على طول انا عايزه اروي مثلا الارض دي بترعه على مناوبه واحده او على اتنين او على تلاته. واضح كده؟ تمام كويس. تمام، طيب فنبتدي اول حاجه الوان تيرن روتيشن، ده الاريا كلها بتتروي على مره واحده، يبقى انا ما عنديش تقسيم في الارض. فالترعه دي مثلا هي الاريا سيرف بتاعتها قد ايه، البرانش كانال دول ديستريبيوتوري كانالز طالعين منها، انت بيطلب منك ترسم سكتش زي ده، دول الديستريبيوتوري كانالز اللي طالعين من البرانش كانال، واحدة بتروي 1000 فدان، واحدة 1500، واحدة 2000، واحدة 1000، وواحدة 500. طيب أنا دلوقتي عايزة أديزاين الكنال بتاعتي، هل أمشي الترعة بقطاع كبير حتى لو الترعة التانية سحبت منها؟ لا، لازم كل ما كمية مية تقل منها القطاع يظهر عشان احافظ على السرعات عندي واحافظ على الايكونومي بتاعتي، ان انا ما بقاش ادفع فلوس كتيره في قطاع كبير وانا مش محتاجاه. تمام، فانا دلوقتي هنا باديه عند اول قطاع، بما ان الترعه دي هتروي الارض وده اسمه كيلو زيرو، ودي الهيد ريجوليتور عنده. عند الكيلو زيرو ده المفروض السكشن ده يروي ايه، يروي كل ده، صح كده؟ يبقى هو يروي كل الايه، كل الاريا دي. طيب الاريا دي بتساوي كام؟ بتاعت الترعة بقى البرانش كانال دي هتخدمها كلها 1000 زائد 1500 زائد 2000 زائد 1500، يبقى كام؟ 6000 فدان. التوتال بتاعنا 6000 فدان. يبقى انا عند سكشن زيرو ده المفروض الاريا بتاعت السكشن ده 6000 فدان. طيب هنا upstream سكشن واحد ستيل 6000 فدان، صح كده؟ مفيش أي حاجة اتسحبت ميتها. طيب داون ستريم سكشن واحد، هطرح بقى الألف فدان اللي اتسحبوا دول، يبقى بقى 5000 فدان. طيب أب ستريم سكشن اتنين، هو نفس داون ستريم واحد يعني 5000. داون ستريم سكشن اتنين، هطرح 1500 دول، يبقى 5000 ناقص 1500 يبقى لي 3500. أب ستريم سكشن تلاتة زيد ايه داون ستريم سكشن اتنين. طيب داون ستريم سكشن تلاتة، ال 3500 اللي كانوا باقيين معايا اتشال منهم 2000 تانيين، يبقى اتبقى لي 1500. تمام، طيب هنا نفس ده، يبقى ستيل معايا 1500، وهنا هطرح مين ال 1000 فدان دي، يبقى بقى معايا 500 فدان اللي هم دول. اوكي، طيب هنا ما بنصممش القطاع على صفر ليه؟ عشان يبقى في سكشن نعمل عنده التيل سكيب والميه زياده لو حد مثلا ما رويش او اتبقى اي شويه ميه يصرفوا في المصرف. فبنعمل سكشن خمسة ده على نص الدايركت اريجيشن، يبقى سكشن خمسة ده الاريا سيرف بتاعته هتبقى 250 فدان. تمام كده، خلينا بقى نشوف الكلام ده على شكل جدول. يبقى انا بعمل جدول في كيلو وفي سكشن، الكيلو اللي هو زيرو واحد اتنين تلاتة، تمام، يعني زيرو واحد مثلا كده اتنين تلاتة اللي انت كنت عامله فين الكيلومتراج اللي انت كنت عامله على الالاينمنت، وفي سكشن اللي هو كلمة سكشن بقى، كلمة سكشن دي معناها ايه، عند اي تغيير اي ترعة بتسحب مية في حتة يبقى ده سكشن. السكشن واحد ده ممكن يبقى عند كيلو اتنين وتلاتة من عشرة مثلا. تمام، يبقى عندي سكشن، شوف عندي كام سكشن وكل سكشن فيهم عند انهي كيلو بالظبط. كل سكشن هحسب له الاريا سيرفد اب ستريم وداون ستريم، وهحسب له الووتر ديوتي. طيب دي برانش كانال، يبقى الووتر ديوتي بتاعتها 1.2 في الفيلد ووتر ديوتي، الا الجزء الاخير ده، ده ايه، ده دايركت اريجيشن، يبقى الفيلد ووتر ديوتي هضربه في 1.15. تمام، بعد كده كل سكشن من دول العلامه دي خلي بالكوا دي مش اسمها، دي علامه فاصله بين الابستريم والداونستريم، يعني الخط ده مش حاجه ديفايدد على حاجه،
خط فاصل بين السكشنال في الابستريم والسكشنال في الداونستريم. يعني سكشن 4 ده ابستريم سكشن 4 هتبقى الووتر ديوتي 1.2 في الفيلد ووتر ديوتي، داونستريم سكشن 4 هتبقى ايه الووتر ديوتي 1.15 في الفيلد ووتر ديوتي. تمام كده يا باشمهندسين؟ في حد عايز يسأل على حاجة كده؟ Q هنا في الحالة دي هتبقى بتساوي area served في water duty على 24 في 60 في 60، دي بحسبها لكل section. يعني هنا مثلا ده في ده على 24 في 60 في 60، ليه؟ عشان ده متر كيوب per فدان per day وده فدان، هيبقى الكيوب متر كيوب per day، طب انا عايزها متر كيوب per second، قسمتها بقى على 24 في 60 في 60 دي. واضحة كده؟ حد عايز يسأل على حاجة؟ يبقى أنا هيبقى عندي مجموعة من الـ discharges للـ saccation. ده الجدول بقى بيقول لك افرض إن الـ field water duty 50 متر كيوب per فدان per day، يبقى أنت الـ water duty عندك هيبقى إيه؟ 1.2 في الـ field water duty لكل الكنال إلا الجزء بتاع الـ direct irrigation اللي هو downstream section 4 و section 5. طب دي الحسابات بقى اللي إحنا كنا قعدنا نحسبها 6000 وبعدين طرحنا الـ 1000 وبعدين ده زي ده. واضحة كده لحد ما آخر سكشن بقى 250. هضرب ده في ده على 24 في 60 في 60 هيطلع لي ده. هضرب ده في ده على 24 في 60 في 60 هيطلع لي ده. يبقى أنا بمسك كل واحد بضربه إيه؟ في الووتر ديوتي. واضحة كده يا باشمهندسين؟ حد مش فاهم الـ one turn rotation بتتحسب إزاي؟ حد عايز يسأل على أي حاجة؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب الـ two turn rotation إحنا مش علينا إن إحنا نعرف الحسابات بتاعتها، لكن علينا إن إحنا بس نقسم المناوبة، نشوف turn A و turn B هيبقوا كام فدان تقريبا. فإحنا عشان نعمل كده، إحنا عشان نخلي الترعة دي economic عايزين نخليها تقريبا مناوبتين قد بعض، بس صعب جدا تخليهم قد بعض لأن إيه كل ترعة زي ما إحنا شفنا إحنا بنحسب على الألاينمنت. كل ترعة هيبقى كذا فدان كذا، هتلاقي ان هو حاجة مش سيمتريك، يعني هي مش صعب قوي ان انت تقسم، بالذات ان انت يعني بتخلي الترعة كاملة على بعضها المناوبة بتاعتها، فمش بتقسم مثلا بالرقم بالظبط. لكن انت هتعمل ايه؟ هتجمع كل ده اللي احنا قلنا كان 6000 فدان، هقسم ال 6000 على 2، يبقى انا عايزة مناوبتين كل واحدة تقريبا 3000 فدان. واضح كده؟ فهاجي عند الصفر هنا واقول ان انا ايه؟ هجمع الترعة دي 1000 و1500 و2500، لو جيت اجمع دي عليهم بقوا كام؟ 4500، يبقى ده اعلى من 3000 بكثير. يبقى انا هرجع هنا هقول ان ترن ايه هتبقى ال1000 وال1500 دول يبقوا 2500، واحط حاجه اسمها بارشال ريجوليتور. بارشال ريجوليتور دي قناطر بنحطها في النص الكنال علشان تعمل ايه؟ لما اقفلها يبقى المايه مش هتوصل للداون ستريم، اما افتحها واقفل الريجوليتور هنا واقفل الهيد ريجوليتر هنا، المايه هتعدي كده وتوصل بقى تتوزع على، هفتح بقى البوابات بتاعه 3 و4 دول، المايه تبتدي تتوزع على الترع اللي في الداون ستريم في تيرن بي. فبقى انا لما قلت ايه هاخد ال1000 وال1500 دول مع بعض، حطيت بارشال ريجوليتر هنا، يبقى انا تيرن ايه بقت 2500 وتيرن بي 3500. تمام؟ فهم تقريبا قد بعض. البارشال ريجوليتر دي انا ممكن تكون انا عامله بيها دروب، يعني ممكن يكون عندي في السينوبتيك دايجرام مثلا كان في وير، فانا بدل ما اعمل وير وبعدين اعمل بارشال ريجليتور ممكن اعمل بارشال ريجليتور على طول، او ممكن يكون عندي في اصلا دروب بارشال ريجليتور يبقى انا ممكن استعملها. فساعات ممكن لو انا عندي منشا معين موجوده على الترعه ممكن ما اخليش المناوبتين قد بعض في سبيل ان انا ما احتاجش اعمل منشئين، يعني ما اعملش ده توفير ليا برضه ان انا ما اعملش تو ستراكشرز. ففرضا مثلا ان انا كان عندي البارشال ريجليتور مثلا بره هنا ممكن استعمله بشرط ان المناوبة A ومناوبة B ما يبقاش الفرق بينهم اكتر من 30 to 70%. يعني تحسبها كده وتشوف الاستراكشر ده لو هو في مكان معين وممكن يفيدك، او بامب ستيشن ممكن برضو تستعملها، ان انت لو قفلت البامب ستيشن المايه مش توصل للحاجات العالية، لو فتحتها المايه هتوصل لهم. احنا بنشوف الاستراكشرز اللي عندنا ونحاول نستغلها، بس ما ينفعش اخلي المناوبات فرق بينهم اكتر من 30 to 70%، هو الايديال يبقى 50-50. تمام؟ لكن لو عندي structure وهستعمله هو نفسه يبقى ممكن اوصل لحد 30% و 70%، مثلا A 30% و B 70% او العكس،
A هي لـ70 و B هي لـ30. واضحة كده يا باشمهندس؟ في أي حد عايز يسأل على حاجة كده؟ فأنا كده هيبقى المية ماشية، هروي A وبعدين B وبعدين أرجع أروي A وبعدين B. تمام. طيب المربع الثلاثية نفس الفكرة، بس هجمع كل المساحات وأقسمها على 3. هنا أنا جمعت دول دي ترعة تانية لقيتهم 13500 فدان، على 3 يبقى كام؟ حد يحسب لنا كده 13500 على 3. 4500. تمام، 4500. جيت خدت الـ2000 دي و2500، جات لي 4500. رحت حط بارش بغليت الرقم واحد، دي على بعضها الترعة 5000، مش هعرف أقسمها، يبقى تيرن بي بقت 5000 فدان. حطيت بارشال ريجوليت الرقم 2 وبقى تيرن سي 4000. يبقى عندي مناوبة ثلاثية تقريبا متساوية، 4500 5000 4000. واضحة كده؟ طب ده أنا هتسأل فيه إزاي في الامتحان؟ إن أنا أقول لك ارسم لي سكتش مثلا للترعة ووضح لي أماكن البارشال ريجوليت اللي هتقسم لي مثلا المناوبة دي لثنائية وثلاثية. طب أنت تحط لي أماكن البارشال ريجوليت، أو تتسأل بقى في الحسابات بتاعة الـ one turn notation زي ما احنا حسبناها لسه من شوية. واضحة كده يا باشمهندسين؟ هنا أنا بروي A وبعدين B وبعدين C وبعدين أرجع أروي A طيب بالنسبة للـ major branch stream الـ area بتاعته مفيش بقى الـ turns، يعني الـ drain مش هصرفه على turns، لكن باخد حساب الـ turns جوه الـ drain. يعني لو عندي مثلا total rotation بضربه بس بفاكتور، اعمل حساب ان انا راوي على تو تيرنز، لكن الدرين مش بنصرف نص الارض وبعدين نص الارض التاني، لا احنا لو بنروي الارض بنصرفها كلها خلاص الدرين. فلو انا عندي 1 تيرن روتيشن هيبقى الدرينج فاكتور يساوي كي في الفيلد ووتر ديوتي، واحنا قلنا ان الكي دي معتمد على المكان اللي انا فيه، والفيلد ووتر ديوتي اللي هو احتياج الفدان من الميه قد ايه متر كيوب فدان بير دي. فمثلا انا عندي الدرين ده، عندي بقى السكاشن بتاعته، الكيلو زيرو بقى فين؟ عند الاوت فول والميه ماشيه كده، يبقى زيرو ده اللي اتصرف عنده ايه؟ كل ده. فيبقى الكيلو زيرو ده ماله؟ اكبر سكشن، بس واخدين بالكم ان الفلو اتجاهه كده، يبقى ده كده هنا الداون ستريم وهنا ده الايه؟ الاب ستريم. واضح كده؟ يبقى انا عندي هنا بدل ما كنت بقول upstream و downstream، لأ بقى downstream الأول وبعدين ال upstream، لأن أنا ماشية عكس اتجاه الفلو. section واحد اللي عند الكيلو زيرو ده، أو section واحد هنا الكيلو زيرو، واخدين بالكم إن الكيلو زيرو ده هو نفسه upstream section واحد اللي هو عند الكيلو اتنين. واضحة كده؟ ده هيبقى ال area served بتاعته قد إيه؟ 1000 + 1200 + 2000 + 800، يبقى كام؟ حوالي 5000، صح كده؟ طيب لو جيت هنا ايه اللي هيحصل؟ ده هيبقى قبل ما الدرين ده يصرف، يبقى هطرح الألف دي، يبقى هنا سكشن واحد upstream ماله 4000 فدان اللي هو 1200 + 800 + 2000، هنا downstream سكشن اتنين هو نفسه upstream سكشن واحد، طب هنا هطرح الألف ومتين، وهنا هو نفسه upstream section 2، وهنا هطرح الـ2000، وبعدين الـ direct drainage بدايته هتبقى نص 800 فدان، دول هيبقوا 400. هنشوف بقى الكلام ده على شكل جدول، هو ده اللي انا عملته. طيب الـ drainage factor انا بقولك ان احنا في upper Egypt، يبقى الـ K بتاعتي كام؟ upper Egypt اللي هي اكتر حتة حر، يبقى 30%، والـ field water duty 50 متر كيوب بير فدان بير داي، يبقى الـ drainage factor K في الـ field water duty يعني 30 × 150 طلعت لي 15. طيب عشان اجيب الكيو هضرب بقى الاريا سيرفد في الدرينج فاكتور، وبعدين اقسم على 20 × 60 × 60 عشان ده متر كيوب بير سكند. واضحة كده؟ حد عايز يسأل على حاجة يا باشمهندس؟ دلوقتي انا حسبت الديسشارج، الخطوه اللي بعد كده ان انا اصمم القطاعات، اجيب البي والدي بتاعه القطاع بتاعي الترابيزويدال سكشن. احنا بنشتغل على ايرث كانال، فالايرث كانال دي هتبقى ترابيزويدال سكشن،
تمام. الترابيزيوتال سكشن اللي انتوا رسمتوه في الرسم المدني قبل كده هو ايه؟ هو شكل شبه منحرف عشان التربة تقدر ما تقعش، الجوانب بتاعة التربة ما تقعش. تمام. انا محتاجة عشان اديزاين السكشن ده اعرف البي والدي، وابقى عارفة كمان السايد سلوبس. السايد سلوبس بتعتمد على، او الميول الجانبية بتعتمد على نوع التربة. بعد كده هديزاين اجيب البي والدي، انا عايزة الالاو بالفيلوسيتي بتاعتي ما تزيدش عن 0.9 وما تقلش عن 0.3. ليه؟ عشان دي اسمها نون سيلتنج نون سكاورينج فيلوسيتي، يعني السرعة اللي عندها ولا بيحصل نحر ولا بيحصل ترسيب، هي من 0.3 ل 0.9. يبقى أنا هديزاين البي والدي خلاص، وبعدين أعمل تشيك إن الفيلوسيتي من 0.3 ل 0.9 عشان تبقى نون سيلتنج نون سكاورينج فيلوسيتي. طب إيه المعادلات اللي أنا هستعملها؟ هستعمل أول حاجة الكونتينيوتي إيكويشن، تمام، وتاني حاجة مانكس إيكويشن. اوكي طيب، الكونتينيوس ايكويشن بتقول ايه؟ بتقول ان كيو بتساوي اريا فيلوسيتي، ومانج ايكويشن كيو بتساوي 1 على ان ار باور 2 اوفر 3 اي باور هاف في الاريا. طب الاريا دي فانكشن في بي ودي، والار فانكشن بتساوي الاريا على البريمتر اللي هما الاثنين فانكشن في بي ودي. يبقى انا عندي مانج ايكويشن دي معادله واحده فيها اثنين مجهولين اللي هما البي والدي. طب انا ازاي احل معادله واحده في مجهولين؟ هطلع البي والدي ازاي من معادله واحده؟ يبقى لازم محتاجة معادلة مساعدة. نعم؟ قولي. كنت بقول افرض، بس افرض البي مثلا افرض بدلات الدي والحاجة. ممكن نفرض علاقة بين البي والدي، أو أنا أدي لك العلاقة، أو في معادلات بتحسبها هنشوفها اسمها الـ additional equations. أوكي؟ طيب الأبعاد بتاعتي، يبقى أنا الأبعاد بتاعتي البي والدي، والـ Z1 والـ Z2 بيعتمدوا على نوع التربة، فلو أنا التربة عندي كلي هيبقى Z1 واحد لواحد، و Z2 تلاتة لاتنين. لو سلك هيبقى Z1 تلاتة لاتنين و Z2 اتنين لواحد، ولو ساند هتبقى اتنين لواحد واتنين لواحد. الكلام ده للكنال. الدرين عشان المية بتاعته يبقى فيها sediments بنحتاج ان احنا ايه، نعمل slopes flat شوية. فالكلي هنخليها تلاتة لاتنين بدل واحد لواحد، وال Z2 بتاعتها اتنين لواحد. السلك والساند اتنين لواحد واتنين لواحد. Z1 نتكلم عن الجانبية Z1 و Z2. واضحة كده؟ هو الجدول ده حفظ يا دكتور؟ ممكن اجيبها لكم لو ده احسن لكم يعني. تمام. طيب ال continuous equation هستعملها عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل check على ال velocity. بتقول كيو بتساوي area velocity، فعشان اتشيك على ال velocity اللي هي non silting non scouring velocity محتاجة الأول أجيب ال B وال D واحسب منهم الاريا، واقسم كيو على الاريا اجيب الفلوس. تمام. يبقى الكونتينيوس ايكويشن هستعملها ان انا اعمل تشيك على النون سيلتن نون سكايرنج فلوس. مانج ايكويشن لسه كنا بنتكلم عليها، كيو بيساوي 1 على ان ار باور 2 اوفر 3 اي باور هاف في الاريا. الكيو الديسشارج، والان مانج رفنس كوفيشنت، الار الهيدروليك راديوس بيساوي الاريا على البريمتر، والاريا دي الكروس سكشن اريا اوف ذا فلو، والبي الواتد بريمتر، والاي هو السلوب بتاع سطح الميه. الاي ده نجيبه منين؟ حد عارف؟ لما اجي اعمل الديزاين لاي سكشن اجيب الاي بتاعته منين؟ بس هنحط الدايجرام لان دي الخطوه اللي بعده. المفروض ان احنا عارفين ان احنا الالاينمنت وبعدها الساينوبت وبعدها حسابات الديسشارج وبعدها الديزاين. كل ده المفروض ده مشروع واحد. انا رسمت السينوبتك، لما احتاج الاي هدخل في السينوبتك دايجرام اجيب الاي. واضحه كده؟ ال A بتساوي B D plus Z1 في D square parameter B plus 2 D root 1 plus Z square، واحد على ان دي بتساوي 44 للنيو ايرث كانالز، 40 للكانالز in average condition، 33 للدرينز، و28 للفيري ويتي درينز. تمام؟ في الـ additional equations كان حد عاملها اسمه مولز وورث اند ياني دانيا، دول كانوا عاملينها عشان تبقى تطلع لي على طول بي والدي اللي بيظبطوا الـ non silting non scouring velocity. هم عملوا تجارب وطلعوا علاقة بين البي والدي، لو انت استعملتها المفروض ان هي تجيب لك non silting non scouring velocity. الحاجات دي كانت قبل بناء السد العالي، فلما السد العالي اتبنى واتعبنا القناطر الجديدة الكتير واتبنى
بقى في كنالات جديدة كتير وترع كتير، تقنيات جديدة، المعادلات دي ما بقتش valid قوي، فيعني ممكن المعادلات دي ما تطلعش النتائج accurate، وتعمل أبحاث تانية بعدها وطلعوا equation تانية. يعني أنا بس بعرفك إن شكل المعادلات المساعدة دي علاقة بين ال B وال D، ودي علاقة برضه بال I بتاعة الكنال، تمام؟ عشان تعرف تجيب منها حاجة تطلع لك النان سيلتنج نان سكارينج فيلوسيتي، تجيب أبعاد تطلع لك النان سيلتنج نان سكارينج فيلوسيتي. فبما ان المعدات دي مش مستخدمه وفي لسه في معدات جديده، احنا نقدر نشوف ان ايه ممكن اديلك على طول علاقه بين البي والدي في السؤال، تمام؟ او ساعات كمان في تشارت تدخل بالبي تجيب الدي، يعني تدخل سوري بكيو في ان على اي باور هاف تجيب مثلا البي بتساوي قد ايه الدي، وبعدين انت تاخدها تستعملها في المانج ايكويشن علاقه بين البي والدي على طول. واضحه كده يا باشمهندسين؟ هنستعمل ال equation ال given اللي أنا هديها لك في الامتحان. بعد ما عملت ال B وال D عايزة أعمل حاجة اسمها section modification. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي طلعت لي ال B مثلا 4.897، هل أنت هتخلي العامل اللي بيحفر تقول له احفر لي عرض البيت 4.897؟ أكيد لأ. فبنعمل حاجة اسمها approximation أو تقريب لأقرب نص متر لو أنت أقل من 5، ولو أنت أكتر من 5 هتقرب لأقرب متر. فلو طلع لك مثلا 4.897 ممكن تاخدها 5، لكن لو طلع لك مثلا 4.6 ممكن تاخدها 4.5، طب لو طلع لك 5.1 هتاخدها 5، لو طلع لك 5.6 هتاخدها 6، لأن احنا بعد الخمسة بنقرب لأقرب متر. واضحة كده؟ طيب بعد ما قربنا ال B عشان نعرف نحفر الكنال هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة اسمها section modification، يعني هنخلي ال area modified لسه still بتساوي ال area calculated اللي أنا كنت حاسبها. فهقول إن ال area calculated اللي هي بتساوي b في d calculated plus z1 في d calculated square بتساوي b modified في d modified plus z في d modified square. طب أنا ال b modified عارفاها وال b calculated وال d calculated عارفاهم وال z1 عارفاها، يبقى أنا هعرف أطلع بس ال d modified، يبقى هعرف ال d هيحصل فيها إيه بما إن أنا كبرت ال b اللي أنا هحفرها. واضحة كده؟ يبقى أنا بدل ما هحفر 4.897 هحفر 5، يبقى أكيد الدي هتقل شوية، فده اللي هيعرفني الدي هتقل بقيمة قد إيه، عمق المية هيقل بقيمة قد إيه. تمام يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. هناخد إكزامبل كده، فأنا بقول لك عندك ترابيزويد الكنال البي بتساوي 2 الدي، يبقى دي معادلة مساعدة. الكيوب بيساوي 5.14 متر كيوب بير سكند، حد عارف ال 5.14 دي جت منين؟ من الجدول ده؟ لو انا بصمم درين هيبقى هنا كده مثلا الرقم ده، لو انا بصمم كنال هتبقى حاجة شبه دي. فأنا كل واحدة من دول هديزاين السكشن بتاعها، طلع له إيه؟ هطلع له B calculated و D calculated، وبعدين أعمل السكشن A modification، يبقى بعد كده هجيب له B modified و D modified. يبقى الجدول ده بعد ما كانت نهايته Q لسه هيكمل، هيبقى فيه كمان إيه؟ ال B calculated وخانة تانية عمود تاني لل D calculated، وبعدين عمود تاني لل B modified، وعمود تالت رابع بقى ال D modified، وبعدين لسه كمان ناخد حاجة اسمها B final و D final، وبعدين check على ال velocity. يبقى ده هيبقى جدول كبير. تمام؟ يبقى أنا عندي كده إيه ال trapezoidal channel B بتساوي 2 D، ال Q D اللي جاية من الجدول لل section ده أنا مصمم section واحد من الجدول كده. التربة سانتي سويل هدخل في الجدول برضو بتاع الزد، هجيب الزد بتساوي 2 إلى 1، دي زد 1 الميول الجانبية، هي كنال بنعتبر إنها مش كنال جديدة أوي، كنال in average condition، فهتبقى 1 على n بتاعتها ب40. وأنا هدخل لنفس السكشن أجيب من السينوبتيك دايجرام الواتر سلوب اللي هو الأي بنعلي 12 سنتي على الكيلو. يبقى دي المعلومات اللي أنا كنت بحتاجها، بجيب من الجدول الكيو والمعادلة المساعدة، ونوع التربة أجيب منها الزد، هي كنال ولا درين، أجيب 1 على n واشوف من السينوبتيك السكشن ده موقعه فين، واجيب الاي المقابله دي من السينوبتيك دايجرام اللي هو ميل سطح الميه.
ال area وبعد كده هحسبها b d plus z 1 في d square. فأنا وأنا عارفة ال b وأنا ال d في parameter b plus 2 d root 1 plus z square، بس أنا عارفة ال z 1 وعندي معادلة مساعدة، يبقى هشيل ال b وأحطها function في ال d، أقول إن b بتساوي 2 d. تمام، يبقى ال area بقت 2 d اللي هي مكان ال b في d plus 2 d square طلعت لي 4 d square، وال parameter 2 d عشان بدل ال b plus 2 d root 1 plus z square. اوكي، طلع لي الاريا والبارامتر فانكشن في الدي بس. هبدأ بعوض في معادلة مانج، ما انساش ان انا وانا بعوض بالاي اضربها في 10 باور نيجاتيف 5. حد عارف ليه ضربتها في 10 باور نيجاتيف 5؟ عشان هي سنتي على كيلو، والاي المفروض في معادلة مانج دايمنشن لس، يعني ملهاش وحدة. فعشان أحولها من سنتي على كيلو ل dimensionless يعني متر على متر أو كيلو على كيلو، ضربتها في 10 power negative 5. تمام، ده قبل ما أخد الروت، يعني i power half ده قبل ما أخد الروت، وأضربه الأول في إيه 10 power negative 5 وبعدين أجيب الروت بتاعي. طب طلعت لي معادلة أنا عارفة ال q وعارفة كل الحاجات التانية إلا ال d، وهعرف أطلع من ال simplification كده أطلع ال d. طيب ال d بعد ما طلعتها b بتساوي 2 ال d، يبقى ال b هضربها في 2، سوري دي هضربها في 2 اطلع ال بي طلعت لي 3.38. طب الرقم ده لما اجي اقربه اقربه خليه كام؟ حد عارف؟ خلي 4. لا احنا تحت ال 5 متر بنقرب لأقرب نص، يبقى خليه كام؟ 3.5. 3.5 برافو عليك، يبقى خليه 3.5. وبعدين هقول ان الاريا كالكوليتد بتساوي الاريا موديفايد، وابتدي اعوض بقى بالبي كالكوليتد والدي كالكوليتد اللي كانوا طالعين لي، وعوض ال b modified اللي انا قربتها اجيب ال d modified. هتلاقوا ان ال d modified حصل لها ايه؟ قلت سنها عشان ال b كبرت سنها. تمام، كل ما هتبقى مقرب اكتر كل ما هيظهر عندك الموضوع ده. اخر حاجه عندي دلوقتي هي حاجه اسمها ال final section. كل الاعماق اللي انا حسبتها دي في فروق ممكن يبقى بينها، يبقى كل ال d modified اللي انا طلعتها بقى من ال من section modification هبتدي اقارنهم ببعض. كل مجموعة الفرق بين أصغر واحد وأكتر واحد 12 سنتي، ممكن أخدهم دبث واحد في النص من غير ما يأثر على الفلاستي بشكل كبير. تمام، فالفلاستي مثلا ممكن تبقى مثلا 0.35، لكن أنا لما أقربه حاجة بسيطة كده تبقى مثلا 0.37 مش هتفرق، أو 0.4 هتفضل إيه نون سيلتنج نون سكاورينج فلاستي اللي هي من 0.3 ل 0.9. بس تخلي بالك إن أنت وأنت بقى بتعمل الفاينل سكشن الباد بارلل لخط الميه، الكلام ده بعمله في الدبث كله الا عند الايه، عند الدايركت اريجيشن. الدايركت اريجيشن دي طريقه تانية هنعرفها المره الجايه، بس هي يعني ما بعملوش فاينل سكشن، هو السكشن اللي انا حسبته عند اوله وعند اخره بسيبهم زي ما هم واوصلهم ببعض. تمام، لكن الموديفيكيشن ده او الفاينل سكشن ده بعمله امتى؟ بعمله بقى في السكشن التانية. الموديفيكيشن بعملها في كل السكشن، لكن الفاينل سكشن بعمله فين؟ كل مجموعة سكيشن السلوب بتاعهم بارل المية، وفي نفس الوقت مثلا لو في دروب ما جيش مثلا عندي دروب، اخد الحاجات اللي قبل الدروب مع الحاجات اللي بعد الدروب واقول هجيب حاجة متوسطة منهم. تمام، ليه؟ لان ده شوية سكيشن في حتة ودول سكيشن في حتة تانية، ما ينفعش اربطهم ببعض. فاللي قبل الدروب هتاخده لوحده واللي بعد الدروب هتاخده لوحده. واضحة كده؟ يعني كده يا دكتور مجموعة سكاشن هيبقى لها بي معينة اللي قبل الدروب وبعد الدروب، هي البي موديفايد هي نفسها البي فاينل دي اللي هي يعني تختلف لو قبل الدروب وبعد الدروب، صح كده؟ اه، يعني الانتهاك اللي قبل الدروب ما ينفعش اخدها افرز مع الانتهاك اللي بعد الدروب، لكن كل شوية انتهاك مع بعض قريبين من بعض ومفيش بقى دروب في النص ولا أي حاجة، ممكن لو الفرق بين أقل واحد وأكتر واحد أقل من 12 سنتي ممكن أخدهم حاجة في النص، ومش متوسط لو مجموعهم على عددهم، لا هتاخد رقم بقى سهل في الحفر سهل في التنفيذ، يعني 1.89 1. مثلا 87 1.85 1.84 ممكن اخدهم كلهم 1.85 مثلا، فاهمني؟ لان هما كلهم الفرق بين اصغر رقم في حدود ال 12 فولت. خصوصا في بامب ستيشن ولا في وير، لان كده ساعتها انت واخد حاجه بين حاجات مش قريبين من بعض اصلا، دول في حته ودول في حته، دول في ليفل ودول في ليفل تاني. تمام، واضحه كده يا باشمهندس؟
تمام ده. تمام. بعد ما هجيب بقى الفاينل دابس دي المفروض كل سكشن اعمل عليه تشيك على الفلوس ان هي من بوينت 3 لبوينت 9. تمام. حد عنده اسئله كده؟ هنتكلم بقى عن navigation requirements. ماذا لو الترعة دي كانت محتاجين نعدي فيها مركب؟ ايه اللي كان هيحصل؟ ان لو الترعة دي هنعدي فيها مركب، احنا مش عايزين المركب دي تتحشر في الكنال وهي ماشية، او تيجي عند سكشن معين مش هتعرف تعدي بعده، فلازم نعمل تشيك على النافيجيشن ريكويرمنتس او المتطلبات بتاعة الملاحة. عندي عشان الكنال تسمح بالنافيجيشن لازم الابعاد ما تقلش عن قطاع معين يسمح بمرور المركب دي. القطاع ده بنسمي البي والدي بتوعه بي نافيجيشن ودي نافيجيشن، اللي هما ده المينيمم كروس سكشن او اقل قطاع هيسمح بالنافيجيشن. تمام. فالنافيجيشن ريكويرمنتس ممكن تبقى مركب واحده هتعدي، او ممكن تو لاينز، يعني ممكن يبقى سنجل نافيجيشن لاين مركب واحده هتعدي، او دبل نافيجيشن لاين ان مركبين بيعدوا جنب بعض في وقت واحد. طيب انا هعمل ايه؟ هقول ان انا هرسم بسكيل 1 ل 25 الابعاد بتاعه المركب. اي مركب ليها حاجه اسمها درافت اللي هو عمق المركب او الغاطس بتاعها تحت سطح الميه، وليها حاجه اسمها فلوتنج ويدث اللي هو العرض بتاع المركب المتعدي في الميه. فانا هرسم اليونت دي اللي هي فلوتنج ويدث والدرافت بتاعها تحت سطح الميه، وابتدي من الكورنر ده هرسم زد 1، وهنا برضه هرسم زد 1، وبعدين على بعد نص من كل ناحية من الباب بتاع أو من القاع بتاع اليونت دي النافيجيشن يونت، ومن المؤديات اللي أنا عملتها من السوري الميول اللي أنا عملتها هاخد موازيات. بعد ما أخد الموازيات دي أبتدي أقيس بقى، هقيس البي نافيجيشن والدي نافيجيشن، فده حل جرافيكلي. تمام. ليه بقى برسمه بسكيل 1 لـ25؟ عشان يبقى كبير، يعني يبقى مثلا السنتي أو السوري المتر بـ4 سنتي. اي بقى ايرور صغير انت بتحل بتقيس من على الرسمه، فاي ايرور صغير ما يفرقش معاك قوي في الحسابات، لان انت لما تقيس من على الرسمه مثلا 4 سنتي وعايز تعرف هو ايه هتقوم راجع ايه قاسم على 4، يبقى هتقول مثلا ده متر. فاهمني كده؟ يبقى نقول تاني، انا هرسم بسكيل 1 الى 25 الايه النافيجيشن يونت اللي هي الفلوتنج ويدث بتاعها والدرافت تحت سطح المايه. هاجي من الكورنرز هنا هرسم ذات 1، يعني مثلا 3 ل 2 همشي 3 واطلع 2 واعمل خط هنا برضه، لو هي 3 ل 2 همشي 3 افقي و2 راسي، نفترض ان احنا الميل بتاعنا 3 ل 2 واطلع كده وامد كده الخط ده. طب عايزه بقى احدد ابعاد الترعه مش الميول اللي حوالين الفلوتنج يونت، يبقى هاجي على بعد نص واعمل موازي، وهنا على بعد نص من الدرافت تحت واعمل موازي، وهنا اعمل موازي. يبقى كده انا جبت البي نافيجيشن والدي نافيجيشن. الدي نافيجيشن بتساوي درافت زائد نص متر، والبي نافيجيشن بتساوي الفلوتنج ويند. تمام. زائد الحته بقى الايه اللي انا شايفاها هنا دي من ناحيتين، فانا ممكن اقيسها من على الرسمه، يبقى ده جرافيكال سوليوشن. واضح كده؟ صراحه ان انت لما تقيس من على الرسمه انت بتقيس بالسنتي، ترجع ترجعه بالسكيل وتقول لي البي نافيجيشن بكذا متر. تمام. المفروض بعد انت بعد ما عملت كده هتعمل ايه؟ هتبتدي ان انت تقارن كل السكشنز عندك بالايه، بالبي نافيجيشن والدي نافيجيشن، شوف الترعه اللي انت صممتها كقطاع هتسمح بمرور المراكب دي ولا لا. تمام. لو مش هتسمح هتحتاج ان انت تكبر القطاع بتاعك من انكريس الدايمنشنز، تزود الدسشارج في القطاع ده شويه، بس انت مش مطلوب منك تعمل كده. انت بس كل اللي ممكن يبقى مطلوب منك ان انت تقارن البي نافيجيشن والدي نافيجيشن بالبي والدي اللي انت عملت لهم ديزاين، او انا هبقى مديهم لك مثلا، وتشوف المركب الترعه دي تسمح بمرور المراكب ولا لا. تمام. او يطلب منك في السؤال تطلع لي الابعاد المينيمم اللي تسمح بايه بمرور المركب، يبقى بي نافيجيشن ودي نافيجيشن اللي يسمحوا بمرور المركب، تطلع لي البي والدي بس وتقول لي دي المينيمم سكشن فور نافيجيشن. لو صغر عن المركب ممكن ما تعرفش تعدي. واضحة كده؟ طيب لو دبل نافيجيشن يونت هي نفس الحاجة، بس هرسم مركبين والفرق بينهم برضو نص متر، يبقى هرسم المركب الأولانية وبعدين نص متر وهرسم التانية، ومن الكورنر ده هجيب زد 1، ومن الكورنر ده برضه هجيب زد 1 وأعمل موازيات، فهتطلع لي البي نافيجيشن بس هي أكبر، لأن هما اتنين مراكب هيعدوا جنب بعض.
دايما ركز قوي ان انت بعد ما تقيس ترجع السكيل. طيب يبقى انا هقارن البي نافيجيشن والدي نافيجيشن اللي انا طلعتهم بالبي دي اللي هم ديزاين لكل بقى السكيشن بتاعت الترم. لو البي والدي نافيجيشن دول اقل من البي والدي تمام، يبقى البي والدي بتوع الترعه كبار، يبقى هيسمحوا بمرور المراكب لان هم اصغر سوري اكبر من الايه من البي والدي نافيجيشن اللي هم المينيمم ريكويرمنت، هم اكبر منهم. يبقى الفلوتنج يونت اي فلوتنج يونت هتعرف تعدي في السكشن ده. طب لو البي والدي اصغر يبقى معناها ان انا البي والدي او الترعه بتاعتي اصغر من اقل متطلب لتعديه المراكب، يبقى ساعتها هكتب ان الفلوتنج يونت كانت باس ثرو ذا كانال. واضحه كده يا باشمهندس؟ حد عايز يسأل على أي حاجة؟ ده graphical solution، ده الحل بالرسم، ترسم بسكيل وتقيس مع الرسمة بتاعتك. حد عنده أسئلة؟ طيب 5 دقايق وبعدين نعمل ال lining of canals، هنتكلم عنه ده نظري بس لكن مش هنحل عليه مبدئيا ولا حاجة. هناخد بريك 5 دقايق بس عشان تفصلوا 5 دقايق ونبتدي في lining canals. هقفل ال recording تمام؟ وبعدين نرجع نسجل تاني الجزء التاني من المحاضرة.